إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ليه؟ عشان الأخلاق والدين هم الأساس. ما يبقاش الدين بدون أخلاق، ما يبقاش كذا بتصلي وكويس تمام لنفسك، فين المعاملات؟ فين أثر الكلام ده على لسانك وعلى جوارحك؟ فين؟ يكون عندك همة عالية وقدرة على تحمل مسؤولية، ودي من صفاتك كراجل، وتعلم مني. عايز تخطب، عايز تقدم، تبقى عريس لقطة، يبقى عندك مسؤولية. مش ماما بابا ابقى اروح للعيلة، اصل احنا عندنا هي تروح وبكلم انت الصناعية، وانت فين انت كراجل؟ ودي من الاخطاء، لازم اعمل لكم حلقة للاخطاء. ثالث حاجة ان على الاقل يكون العريس انت تكون اسرتك مستقرة، ولو مش مستقرة ما يكونش فيه خلافات تأثر على زوجتك وعلى حياتك بعد كده، وتسحب الماضي وتسحب الامور اللي خاصة بالعيلة عندك على الزوجة وتسقط عليها، وهي لا حول لها ولا قوة في امر زي ده.